للمكفوفين فرصة لتعلم القرآن الكريم. هذه الفرصة أتاحتها لهم بلدية السلطان بيلي، مشروع يفيد في تعليم القرآن الكريم للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية رغم الإعاقة التي يعانون منها. وقد أجرينا لقاء مع مديرة المعهد التي وفتنا بالمعلومات التالية. لقد بدأنا منذ العام الدراسي 2002-2003. في عامنا الأول كنا في منطقة دوزجة، ثم انتقلنا إلى مدرسة محمد عاكف لتعليم القرآن للبنات، وهذا العام نحن هنا في مدرسة خديجة خاتون لتعليم القرآن للبنات. في كل عام نقبل 15 طالبة. هكذا استمرينا في العمل عبر السنين. تعلم القراءة بطريقة برايل ليس سهلا على الإطلاق، فهو يتعلق تماما بمدى حساسية أطراف الأصابع وبمدى معرفة الطالب المسبقة بالقراءة بطريقة برايل، فكلما كان يعرف أكثر كلما سهل عليه تعلم القرآن الكريم. فتحدي هؤلاء الطالبات الإعاقة البصرية من أجل فهم الدين الإسلامي عن طريق حفظ القرآن الكريم هو في حد ذاته معجزة، لأنك تجد في بعض الأحيان أناساً سليمين ولكن ليس لديهم هذه الإرادة. ربنا صفات الله تعالى صفاتنا أعلم. حتى الآن تعلمت صفات الله سبحانه وتعالى. أنا هنا سعيدة جدا لأنني كنت أرغب بشدة في تعلم القرآن والعربية، والآن تعلمت ويمكنني أن أقرأ بالعربية كما أريد. هذه الطريقة لتعليم القرآن الكريم هي المفتاح الذي سيفتح لهؤلاء الطالبات باب دراسة علوم الفقه دون عناء يذكر، باعتبار أنها وسيلة تعتمد عليها فئة المكفوفين في الدراسة، خصوصا بأن تعلم هذه اللغة سيمكنهن من تحقيق حلم تعليم القرآن وتحفيظه للأطفال الصغار المكفوفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إن عدم وجود البرامج المساندة بالمدارس العادية قد جعل تلك المدارس عاجزة إلى حد كبير عن القيام بدورها الطبيعي في تعليم وتربية الأطفال المعوقين بصرياً، إضافة إلى عدم وجود المختصين في مجال التربية الخاصة، وهو ما أدى إلى قصور في فهم إمكانيات وقدرات الشخص المعوق بصرياً على استيعاب فنون المعرفة المختلفة، وهو أيضاً ما دفع برجال التعليم إلى البحث عن حل لهذه المعضلة، وبالتالي كان لمشروع إنشاء هذا المعهد وقع حسن في نفوس المستفيدين منه.